طبعا احنا هنا معرض دعايه عاملين للناس نوعيهم بالشركه العربيه دانات والناشونال، عاملين حمله جديده ل 31/12 قاطع واربح اسمها. هذه الحمله بتضم 20 جائزه عينه غاليه ما شاء الله عنها يعني. اللهم صل. بدك تحكي لي كيف هي الحمله او كيف هذا الشيء اللي انت بتعمله في مقاطعه؟ هل احنا ندعم المنتج الوطني؟ كيف ندعم المنتج الوطني؟ عاملين حمله هاي حاملين جوائز على 4 شهور. طبعا هذه الحمله اشتري من التاجر واطلب كربونك منه، طبعا هذا الكربون راح يدخل عليه سحب اخر السنه. راح يصير عليه سحب، راح يصير يكون في 20 جائزه من ضمنها سياره، ثلاجه، غرفه نوم، وفي جوائز ثانيه، وفي كمان في نفس البرميل في جوائز عينيه صغيره بسيطه، طنجره، لاي، فرشاي، رول. طبعا هاي بتدعم الدهين، بتدعم صاحب البيت، بتظبط يعني بتدعم المنتج الوطني يعني. هلا احنا بشركه صنقرط يعني متبنيين في فكره المنتج الوطني، هو المنتج الوحيد في رفع من قيمه المنتج الفلسطيني ودعمه في السوق الفلسطيني اتجاه البضائع المستورده والاسرائيليه، طبعا بخص بالذكر المنتجات الاسرائيليه اللي هي غزت السوق الفلسطيني. وان احنا يعني مجموعه شركات صنقرط العالميه تبنينا منذ البدايه الهدف الفلسطيني والفرد الفلسطيني في الوصول الى افضل جوده في المنتج الوطني، ونسعى ان نحقق رغبات المواطنين ورغبات الزبائن في الحصول على منتج ذو جوده عاليه وبسعر منخفض يلائم جميع المستويات المعيشيه الموجوده. طبعا احنا بالنسبه لمشاركتنا في المعرض يعني هي الاولى في محافظه طول كرم، طبعا مش بس ولكن على مستوى الوطن شاركنا في عده محافظات، في جنين، في نابلس، في رام الله، وفي القدس كان فينا وجود، وفي الداخل 48. المشاركه هون رائعه جدا يعني، بس بتمنى ان شاء الله يكون في اقبال موجود. ولو احنا مشاركين طبعا اليوم بشركتين من المجموعه، شركه صنقرط الغذائيه اللي هي لانتاج السكاكر والحلويات، وشركة زادنا للتصنيع الزراعي في منطقة طباس لجميع المخللات والمخلل الخيار، باذنجان، فلفل والزيتون. المعرض الحمد لله الإقبال عليه خلينا نحكي جيد جدا. بنتمنى عبر شاشتكم الكريمة بندعو جميع المشاهدين انهم يزوروا المعرض، لانه فعلا في شركات رائعة وعرض ممتاز للمنتجات الفلسطينية ذات الجودة عالية والمطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية. في شركات متنوعة بين شركات أغذية وشركات منسوجات، شركات صابون، حتى الصناعات التقليدية والاتحادات النساء اللي هي الصناعات البيتية موجودة معنا كمان. العرض أكثر من رائع، لكن بتمنى من وسائل الإعلام التركيز على المعرض أكثر، لأنه هذا باعتبار مهرجان تسوق قبل فترة العيد، وهو فرصة للمواطن لحتى يشتري الاحتياجات اللي بتلزمه بسعر أرخص من سعر السوق. بصراحة كنا مبارح بعطلة بإجازة، واليوم جينا على جامعة خضوري، فالتفتنا نظرنا إلى المعرض، فجينا للمعرض وشفنا المعرض يعني بعزز المنتجات الفلسطينية والوطنية موجودة عندنا في الضفة هنا، وبيبعد المنتجات الإسرائيلية عنا وبيقاطعها. منتجات يعني كتير كويسة، أحسن بكثير من المنتجات وأرخص بكثير، ويعني منتج يعني المنتجات الموجودة هنا يعني أحسن من المنتجات الإسرائيلية بكثير وبتعزز المنتج الوطني. عندنا نساء بكون عندهم مشاريع صغيرة، بناخذ هاي المشاريع هاي المنتجات من عندهم وبنسوق لهم إياها للسوق الخارجي. بالنسبة للإقبال على المعرض يعني مش كتير ناس تيجي تتفرج، وأيام تشتري بعجبها المنتجات بتشتري، وأيام لا بس إنها بدها تتذوق. بس بشكل عام إن يعني لو إنه كان بس إن نعرف عن المنتجات الفلسطينية بيكون منيح. يعني بنعرض للناس إنه في طحين بديل عن الطحين الإسرائيلي، ما نستخدم بس المنتجات الإسرائيلية، لا في منتج وطني وفيكم يعني تستخدموه كتير منيح. من ناحية الإقبال على سوق الكرم مش هالقد، ما في إقبال كتير، الناس بس بتيجي تسأل وخلص بتروح. وفي كمان الدعاية عندنا مش هالقد، الناس ما بتعرف، في طلاب من خضر بيحكوا إحنا ما بنعرف، في كتير ناس بالبلد بيحكوا احنا ما بنعرف انه في معرض للسوق الوطني. طبعا نعرض اليوم الصناعات الوطنيه، جميع الاصناف الموجوده عندنا من جميع الاحجام، وهذا يوم مميز علشان كل صناعه تفرج الموجود عندها من جميع الاصناف وجميع الصناعات، وهذا اكيد بيدعم اقتصادنا وبيدعم صناعاتنا. واليوم الناس طبعا ما شاء الله يعني في ناس حركه ممتازه، منيحه الحركه، وقبال الناس على بيشوفوا شو طبيعة الصناعات والموجودة، قبال الناس ما شاء الله منيح.
اليوم من امبارح احنا مشاركين في هذا المصنع، قبل الناس شبه يعني مش كتير ومش قليل يعني بشكل متوسط، بس بالرغم يعني احنا بنشارك بزي هيك لدعم الاقتصاد الفلسطيني وبالاخص لنعرف المنتوجات الوطنية لحتى انها تنشهر وتصير بدائل اشي كبديل عن المنتوجات الاسرائيلية. احنا شركة ريما الورق الصحي، من اوائل الشركات واكبر الشركات في مجال هذا الشغل. احنا طبعا مشاركتنا في المعارض دائما مستمرة وكاملة، طبعا مشاركة في المعرض هذا كمعرض طول كرم الصناعات الوطنية، احنا حابين نوجه الناس للمنتج الوطني. يعني كثير موجود في السوق عدة اصناف وعدة ماركات، فاحنا حابين نوجه المستهلك انه هذا منتج وطني، هذا منتج اسرائيلي، هذا منتج اجنبي. فهذه من الاهداف الاساسية لمشاركة المعرض، غير الاهداف التسويقية كترويج لابداعتنا كشركة ريما كاصناف بالنسبة للموضوع هذا. الإقبال يعني بداية أول يوم كان بعض الشيء قليل، بس إن شاء الله إنه اليوم متفائلين خير إنه يكون أحسن، بحكم تعرف بداية افتتاح يعني بكون مش كثير الناس عارف بالموضوع المهرجان، بس إن شاء الله اليوم تكون أحسن وبكرة إن شاء الله ربنا يسهل. أنا مشارك في معرض الصناعات الوطنية من خلال اتحاد المرأة الفلسطيني، والحمد لله رب العالمين، يعني نتمنى أن يكون في إقبال كويس جيد هون. وضع زي ما انت شايفين الحمد لله. طبعا في عنا الخشب التراثي الفلسطيني، في عنا اللوحات العاجية التراثية، في عنا الاكسسوارات التراثية الفلسطينية، وبرضه في عندي مزرعة للمسابح، شجرة موجودة مش موجودة بالضفة اللي عنا، هيها موجودة هون. والله الإقبال منيح، يعني احنا مبسوطين هون، بس الحالة المادية شوية ولا هو في إقبال، يعني في ناس كثير ما شاء الله، وهي جاي بده يجي ناس كمان من عرب الداخل، وإن شاء الله متفائلين خير، وشغلنا للناس مقبول يعني، وإن شاء الله إنه مليح والناس أحسن من هيك ما فيش، ومتفهمين لشغلنا برضه. الحقيقة الغرفة التجارية بالتعاون مع المؤسسات في طول كرم ومع القطاع الخاص، الحمد لله نجحنا بشكل كبير في معرض الصناعات الوطنية طول كرم 2014. اليوم نشوف انه معرض مميز وترتيب وحضور مميز جدا. انا حابب من هذا المنبر ادعو من منبر تلفزيون كل الناس، ادعو كل المواطنين الكرميين يزوروا هذا المعرض برخصه وتميزه في الاماكن الابداعية المريحة للعين. بالحقيقة اليوم احنا يعني مبسوطين جدا من الاسعار اللي بتتداول في المعرض، زائد كمان اخرى المعرض بتنوع بعده اشكال، واحنا بتعرفوا جاي عندنا عيد، فاتمنى من المواطنين يجوا هم واسرهم، هم وعائلاتهم، هم اقاربهم. بدعو كمان اخرى اخواتنا 48 اليوم اجوا بكثافه، زائد الطلاب الموجودين عندنا اليوم، زائد المجتمع المحلي، بالحقيقه اليوم كثير مميز. هي نحن بنعمل تواصلنا واتصالاتنا كمان اخرى، وندعو الناس بشكل كبير على يستغلوا الفرصه، هاي الفرصه حقيقيه. هو المعرض 3 ايام، امبارح واليوم وبكره ان شاء الله، يعني ضل وقت قصير، فبتمنى من جميع المواطنين يزوروا هذا المعرض بتميزه وابداعه، ويستغلوا هاي الفرصه الحقيقيه اللي احنا شوي تعبنا عليه المعرض حتى يعمل شيء مميز لطول كرم ويدعم المنتجات الوطنيه. وانا بدعو كمان اخرى المواطنين المحليين في طول كرم يقاطعوا المنتجات الاسرائيليه ويدعموا المنتج الوطني اللي اليوم بترسخ على ارض الواقع في جامعه خضوري. اتمنى من الكل الحضور والمشاركه. عندنا منتجات عسل واعشاب مدعومين يعني جمعيه، وبنسوق هاي نزلنا على المعرض اليوم. والله امبارح مش كان هذاك، اليوم بيحكوا ان شاء الله خير. في عندنا مصنع عصير توب وماكس وبريماكس، شاركنا في المعرض على اساس انه يصير في حركه للمنتجات الفلسطينيه، ونحاول نقاطع المنتجات الاسرائيليه، بلكي على الله الاقتصاد يتحرك شوي عندنا. فيش اقبال، الاقبال مش قوي. انا من ضمن اللي شاركوا بافتتاح المعرض امبارح، احنا جروب تميز طول كرم. اذا بتسمعوا بتميز طول كرم، هو التميز هو برنامج تدريبي كامل متكامل مدعوم من منتدى شارك والدعم المادي من شركه بديكو القابضه. احنا شاركنا بافتتاح المعرض امبارح، وكان لنا دور كلجنة استقبال وكلجنة عارضين. هلا أنا بصفتي طالبة من خضوري جاي هون أتفرج على الصناعات الوطنية، بفتخر بالصناعات الوطنية اللي هنا واللي بتمثل شعبنا وبتمثل إنه إنتاجنا. إحنا قادر
قادرين أن ننافس جميع الشركات. في عنا هون الجبريني، في عنا شركات الدهان، في عنا ناشونال، في عنا مطبعة النهضة، وكتير أشياء حلوة وأشياء يعني بترفع الرأس. طبعا هذا المعرض ترويجي بشكل أول للمنتجات الفلسطينية، وبعرف أبناء وطننا على منتجاتنا. في عندك صناعات الخزف، إشي بجنن يعني، حتى وصلت على اسمي ولسه ما جاش، فإنه أشياء عن جد بتجنن. بعمل على هاي الرحلات، بشتغل عليها وبزور الضفة كلياتها، طول كريم، الخليل، ونابلس، ورام الله، وبحب أشجع الاقتصاد الفلسطيني دائما. كيف شفت معرض الصناعات الوطنية؟ حلو كتير، وبأيد هذا الإشي أنا. كيف شفت المنتجات الفلسطينية؟ منيحة، طيبة، أنا دقتها زاكي، الجبنة والكرملة وهاي المتس معي. أسعار المنتجات كتير رخيص، بشجع أنهم يشتروا. احنا شاركنا في بدعوة من غرفة التجارية الصناعية الزراعية طول كرم. دور المعارض هاي تعريف المواطنين الفلسطينيين، وما انه اجا هون برضو مواطنين من 48، تعريفهم بالمنتجات الفلسطينية، الصناعات الوطنية الفلسطينية، لدائم هاي المنتجات. واحنا عندنا من ضمن تقريبا 90 جمعية تعاونية زراعية من الخليل لجنين، وحابين يعني في يعني لأول يوم فيه، بس ان شاء الله يكون فيه احسن. طبعا الشركة تأسست 1970. طبعا الشركة مصنع كبير يعني ما شاء الله، بيصدر لجميع مدن الضفة، وما شاء الله يعني انه سمحت لنا هاي الفرصة انه نعزز المنتج الوطني ونعززه. طبعا احنا كمان اطلعنا منتج منافس لقهوة عليت، طبعا منتج وطني فلسطيني بنافس قهوة عليت ونفس الطعم وازكى ان شاء الله. الأسعار طبيعية عادي زي كل المحلات يعني، بتفش وأحيانا أنا بتناسب، وما شاء الله يعني الإقبال منيح يعني، اليوم أحسن ما شاء الله، وأحسن يعني من امبارح. حبيت أشارك في أول مرة بطول كرم، ونشوف نحية تراثنا، نضل نجدد فيه، وحابة يكون في إقبال للناس إنه بتشجيعنا لمنتجاتنا لأشغالنا لفلسطين، إنه نحيي صناعتنا وأشغالنا. وهدول ستات البيوت بيشتغلوا في البيوت، وكلهم بدهم مصدر رزق وبدهم مساعدة وكلهم بدهم شغل، وبنتمنى إنه الكل يدعم ويشجع ويشتغل. طبعا جاءت مشاركتنا في هذا المعرض من منطلق إنه إحنا نزيد الوعي الاستهلاكي عند المستهلك النهائي في مجتمعنا الفلسطيني، وحتى ان نعزز ثقافه الاستهلاكيه، بحيث انه احنا نقدم للمستهلكين اجود الاصناف عندنا، ونعرفهم على السله الغذائيه المتكامله اللي بتتكون من مجموعه منتجات زي ما انتم شايفين هون. تقريبا عندنا احنا حوالي 120 صنف من منتجاتنا، تتنوع طبعا بالمواد الخام اللي بنصنع منها، وكمان تتنوع بطبيعه حفظها وتصنيعها. في عندنا مواد مفرزه هناك، وفي عندنا طبعا ثلاجه عرض بتلتقطوا لها كم من صوره، وفي عندنا كمان المرتديلات بشكل عام كل اصنافها، المرتديلات العاديه، في الكبان والسنقانق، كل هاي التفاصيل. طبعا احنا جينا هون على المعرض، كان السبب الرئيسي في مشاركتنا انه نظهر جانب الجوده اللي بتتحلى فيه منتجاتنا، بتتمتع فيه منتجاتنا. زي ما ذكرت في لقاء سابق مع اذاعتكم انه احنا شركتنا بتتمتع بشهاده الجوده العالميه اللي هي ايزو 22000. هاي الشهاده اللي حصلت عليها في، طبعا تم اصدار هاي الشهاده في 2005، وهي الشهاده طبعا تحصل عليها شركات قليله حول العالم، شركتنا من اولى الشركات اللي حصلت على هاي الشهاده. هاي الشهاده طبعا هي بتشكل ضمان للمستهلك النهائي انه انت بتقدر تستهلك المنتجات وانت مطمن انك تتذوق منتجات جودتها عاليه. طبعا هاي الشهاده انا بحب اطمن يعني المواطنين والمستهلكين في المجتمع الاستهلاكي اللي بيستهلكوا منتجاتنا انه هاي الشهاده احنا بنتمتع فيها وحاصلين عليها. بنفس الوقت ولا شركه اسرائيليه من الشركات اللي بتنتج المرتديلا، هاي معلومه ما بدركها الا قليل، يحصلوا على هاي الشهاده. يعني احنا عندنا شهاده الجوده الفلسطينيه وكمان شهاده الايزو. طبعا هاي كمان مشاركتنا جاءت في المعرض، يعني في معرض طول كرم، احنا مقر الشركه الرئيس في طول كرم. طبعا حتى انه نعزز من يعني وجودنا هون احنا بطول كرم، نعزز الثقافه عند الناس اهالي طول كرم، يعني باعتبار انه في لنا محلات عرض، حتى انه يعني شكل حركه اكبر عليها. وكمان جاءت مشاركتنا لفكره انه قطع المنتجات الاسرائيليه وندعم المنتج الوطني. طبعا كيف بدي ادعم المنتج الوطني بدون ما الناس يتثقفوا يتعرفوا المنتجات؟ فهي النقطه الاساسيه، نعرف على الناس على المنتجات والأصناف الكثير الموجودة عندنا، يعني أغلب الناس بيعرفوا بعض الأصناف البسيطة.
هون احنا عرضنا كل تقريبا اصنافنا والسلة الغذائيه، كل يوم بنذوق منتجات غير اللي بنذوقها قبل حتى الناس يتعرفوا عليها بشكل اكبر ان شاء الله. والله باليوم الاول كان الاقبال في اول 3-4 ساعات ممتاز يعني، وشرينا بالتواجد الكبير من الناس خصوصا اخواننا 48 لانهم بشكله يعني جزء من سوق الاستهلاك عندنا. واليوم كان التواجد لطلاب الجامعات اكثر، لاحظنا في اقبال من طلاب الجامعات اللي هم احنا بنعتبرهم يعني شريحه مستهدفه بشكل مركز من شركتنا ومن قطاع التسويقي فيها. وان شاء الله الايام الجايه يعني حسب ما وافقونا اخواننا في غرفه التجاريه راح انهم يعززوا النشر الاعلامي وتوسيع الحمله الدعائيه اللي بتحكي عن المعرض. شاركنا في هذا المعرض منتجات فلسطين، كان الاقبال منيح كثير، الاسعار مناسبه للطلاب ولغير الطلاب لانه احنا صناعتنا يعني سعرها بناسب كل الطلاب جمله طبعا. تمام الوضع كثير منيح. احنا شركه خاصه بعزل الانابيب الفولاذيه من قطر نص انش لغايه 16 انش، العزل الخارجي بثلاث طبقات من الخارج والعزل الداخلي بطبقه الاسمنت. طبعا احنا بنشكر كل الداعمين على قائمين على هذا المعرض لانه معرض بعزز الصناعات الوطنيه وبعزز مشاركه الناس وبعرف الناس على منتجاتنا اللي فيه كثير من الشركات ممكن ما بتعرف عن هاي المنتجات اللي احنا بنسويها بنعملها. اقبال الناس يعني تقريبا جيد جدا، نقدر نقيمه جيد جدا. هو معرض زراعي، احنا ممكن نكون شركه صناعيه تجاريه، اقبال عندنا اقل بالنسبه من غيرنا من الشركات الاخرى. يعني احنا زي ما انتم شايفين ان شاء الله في اقبال كويس على المعرض، لكن انا بناشد اهل المدينه ان يكون هناك اقبال من اهل البلد من مدينه طول كرم، لانه لحد هذه اللحظه ما فيش في اقبال من اهل البلد، اغلب المتسوقين جايين من اخواننا من فلسطين المحتله، فبناشد اهل المدينه انهم ينزلوا يتسوقوا، ان هون البضائع تباع اغلبها بسعر تكلفه واسعارها رخيصه وجودتها عاليه.